اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض ساندويتش لذيذ وخفيف حلو جدا، هو ساندويتش البرجر. طريقته سهله جدا، كل اللي هنحتاجه الخضار اللي عندك في البيت، لحمه، عيش للبرجر بس كده. دي نص كيلو لحمه مفرومه انا فرمتها في البيت، فرمه واحده، 20% دهون و80% لحمه صافيه، ومزجتهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده هبتدي اشكل البرجر. انا مرضيش اعمله بالضغط ده بتاع اللي بيعمل الشيب، الشكل بتاع البرجر، او على غطا او اي حاجة. انا هعملها كده على ايدي النهاردة، برضو هتتفرد كويس قوي ومش هتكش معانا غير حتة صغيرة طبعا عشان الدهون. مبدئيا كده البرجر لو مفهوش دهون كتير، اقل حاجة 20%، عمره ما هيطلع طعمه حلو، لان اللي بيدي طعم حلو للبرجر بره البيت هو الدهون. ادي اول برجرايه انا خلصتها، هكمل الباقي كله ونرجع مع بعض. بعد كده انا خلصت طبعا تشكيله البرجر كلها، انا بضغط كده بصباعي في النص عشان ما يقبش من النص، ما يعملش زي البومبي كده وينزل الصوص وحاجه منه، وممكن يفضل برده ني من جوه. بالطريقه دي مش هيقب، وفي نفس الوقت لو كش حتى عشان الدهون اللي فيه هتكش حاجه بسيطه صغيره مش قوي. انا ما حطيتش لا ملح ولا فلفل دلوقتي خالص، هقول لكم امتى. في الوقت ده انا حطيت البرجر في التلاجة، انا كنت بخلص بكمل بقية حاجته، الخضار والعيش، بسخنه في التوستر، او ممكن تحطيه على زبدة تسخنيه البرجر. ممكن تسخني العيش بتاع البرجر على طاسة بحتة زبدة كده يتحمص. انا رشيت ملح وفلفل قبل ما اعمله على طول عشان الملح ما ينزلش المية بتاعت البرجر. بعد كده اول حاجة هنحضرها نعمل بصل للبرجر اللي هو المكرمل، دول 3 معالق زيت، وبصل احمر هنزل بيه كده شوية. طبعا هسيبه على النار قد ما ياخد، يعني ممكن 10 دقايق، ربع ساعة، لاني هوطي عليه النار عشان ما يتحمص. وهقلبه كل شوية، يعني كل شوية كده هروح اقلب فيه عشان ما يتلسعش، بس لازم نكون موطين عليه النار، ودي يعني الخطوة الوحيدة اللي محتاجينها مع البرجر دلوقتي. بعد كده طبعا هي الكاميرا وقفت، بس انا عايزه اقول لكم ان دي الطاسه انا خدتها دهنت زيت صغيره خالص وسخنتها على اعلى درجه، ونزلت البرجر هو عليه الملح وعليه الفلفل من الجنبين. خلاص كده انا حطيته، مش هحط اي تاني اي حاجه عليه. وكل بعد دقيقتين بالظبط هقلبه على الوش التاني. طبعا بعد اول دقيقتين انا قلبته، بيتقلب معايا عادي خالص، ما بيلزقش في الطاسه. ممكن الطاسه اللي هي بتاعت الشوي دي، او طاسه فلات عاديه جدا، ما فيش مشاكل، بس ما نحطش الزيت كتير عشان برده ما يتحرقش من الطروف. هو اوريدي هينزل الدهون بتاعته، ودهون اللحمه هتخلي طعمه حلو قوي. شايفين هو كش معايا، بس ما كشش للدرجه، يعني حته صغيره، لان انا لما فردته بايدي فردته وبططته لاخر حاجه يعني. طبعا الملح والفلفل هو حسب ذوق اللي هيعمل البرجر، عايزه كتير، عايزه شويه صغيرين، يعني كل واحد حسب ذوقه. بس مبدئيا كده مش هنحط الملح والفلفل غير لما نيجي نعمله عشان الملح ما ينزلش الميه بتاعه اللحمه. بعد كده انا هحط الجبنه عليه من فوق، مش هحط طبعا على كله جبنه عشان في ما بيحبوش جبنه في البيت في الساندويتش. وهسيبها تسيح كده عليه، يعني بس تسيح، بس مجرد انها هتبتدي تسيح هطلعها عشان بس ما تنزلش وتحرق بقيه الاكل. طبعا هنا بقى حصل مشكله وانا بعمل الساندويتش، الكاميرا كانت واقفه تماما. انا كنت الصوص ده انا عاملاه هو مايونيز على ماسترد اللي هي مستردة، وكاتشب، ورشه فلفل اسود، ويعني حته كده عصر ليمونه، وقلبتهم على بعض كويس قوي، ودهنت جزء من تحت في البرجر، وبعدين الخس، وبعدين الطماطم، وبعدين البرجر، وبعدين من فوق حطيت شرايح بصل، وحطيت بصل من اللي انا كنت عاملاه مكرمل. ايوه هوريكم الطريقه تانية اهو، لان ما كنتش عارفه ان الكاميرا واقفه وزعلت جدا جدا، فقلت اوريكم يعني بسرعه كده واحد تاني وهو بيتعمل اخر واحد. هي دي الطماطم اهي، حطيت الاول الصاص وبعدين الخس وبعدين الطماطم، وبعد كده البرجر. ادي البرجر اهو، وبعدين شرايح البصل، وبعدين هنزل عادي بالبصل اللي انا عملت له خليته زي الكراميل فيه. طبعا خلي بالكم لان انا كنت مستعجله عليه، عليت النار وقلبت، بس في حته يعني اتلسعت شويه، بس هو طعمه تحفه.
وبعدين الغطا بتاع ساندويتش البرجر بقى هحط فيه صوص تاني، ويعني خليكوا كده كرمة في الصوص شوية، لان هو برضو هيدي طعم حلو قوي لما بتيجوا يعني لما بتقفلوا بقى الساندويتش وتاكلوا والحاجات دي كلها، كله بيدي طعم مع بعضه، وده الساندويتش شكله في النهاية. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم، هي سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. الساندويتش السادة ده بتاع ابني ما بياكلش هو اي خضار ولا اي حاجة. المهم الف هنا وشفا باذن الله على هيجربه، واشوفكم باذن الله في وصفة جديدة. شكرا لكم.